بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومع هذه الفقرة بلغيت دوفيا لو بلي غون بروبريتير اغريكول بريفي دي زيتازوني. اذا بلغيت دوفيا لو بلي غون بروبريتير اغريكول بريفي دي زيتازوني. اذا نتكلم عن بلغيت طبعا صاحب مايكروسوفت والذي كان يصنف اغنى رجل في العالم. دوفيا انه اصبح عندنا لو فيرب دوفونيغ اون لو فيرب دوفونيغ عندنا فعل اصبح. إذن دوفيا أصبح لو بلي غران بروبريتير أغريكول أصبح أكبر متملك زراعي أصبح أكبر متملك زراعي كما نقول بريفي خاص دي زيتازوني أصبح صاحب أراضي لو فيلانتروب لو فيلانتروب بيل غيت سو بروبوز نوتامون ديدي les agriculteurs des pays pauvres et d'investir dans des cultures résistantes aux effets du changement climatique, ainsi que de contribuer à l'élevage de vaches laitières à plus haut rendement. Le philanthrope. Le philanthrope, le maqsoud bi, شخص الذي يحب الخير للناس. إذن يسمى le philanthrope. كما سنلاحظ على شرح philanthrope, personne qui a pour but d'améliorer la vie de ses semblables. إذا نتكلم عن شخص كي يبور بيت الذي له كهدف داميليوري تحسين لتحسين كما نقول لا في دو سي سامبلابل حياة أشباهه. إذا نتكلم عن شخص يساعد الأشخاص الذين هم مثله. نقول مثلا سو ملياردير فيلانتروب أفوندي أون أسوسياسيون داد أو سون زابري. سو ملياردير إذا هذا الملياردير فيلانتروب المحب الخير للناس أفوندي أون أسوسياسيون أسس جمعية داد لمساعدة وسون زابري للذين ليس لهم مأوى للذين ليس لهم مأوى الأشخاص الذين ليس لهم منازل. إذا نقول هذا الملياردير المحب الخير للناس أنه أنشأ جمعية لمساعدة المشردين. Il fait aussi régulièrement des dons aux banques alimentaires. هو يقوم أيضا بشكل منتظم des dons يقوم بعطاءات aux banques alimentaires للأبناك الغذائية. لا نتكلم هنا عن أبناك الأموال بل نتكلم عن أبناك الغذاء بل نتكلم عن أبناك الغذاء نتكلم عن مكان يعطي للناس ما يأكلون. إذا نسميه بنك أليمونتير. إذا نتكلم عن بيانفيتور كما نتكلم عن محسن كما نقول أو شخص يعمل جيدا. إذا نتكلم عن شخص أنه يقوم بأعمال جيدة أو جميلة إلى غير ذلك. لو فيلانتروب بيل غيت سو بروبوز نوتامون سو بروبوز كما نقول أنه يقترح notamment خاصة d'aider les agriculteurs مساعدة للمزارعين des pays pauvres للبلدان الفقيرة et d'investir dans des cultures résistantes aux effets du changement climatique. طبعا يعتبر نفسه كمساعد للمزارعين بالبلدان الفقيرة et d'investir ويعتبر كمستثمر dans des cultures résistantes dans des cultures. طبعا نتكلم عن زراعات أيضا نتكلم عن زراعات des cultures ومنها لو فيرب كولتيفي 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 ممكن ايضا نتكلم عن زراعه وممكن نعني بها ايضا ثقافه. لي كولتيو ممكن تعني الزراعات المزروعات ممكن ان تعني ايضا الثقافات. ويقترح كشخص مساعد للمزارعين في البلدان الفقيره اذا انفيستير دون دي كولتور ريزيستونت او زافي دي شانجمون كليماتيك ثم انه يعتبر نفسه طبعا كمستثمر في المزروعات ريزيستونت طبعا المقاومه. نتكلم على ريزيستونس يعني المقاومة ومنها لو فيرب ريزيستي يعني فعل قاومة. إذا نتكلم عن ريزيستونت إذا نتكلم عن مزروعات مقاومة أو زيفي دي شانجمون كليماتيك مقاومة لمفعول التغير المناخي مقاومة لتأثيرات التغير المناخي. طبعا كما يقال بأن الأرض أصبحت تعرف تغيرا مناخيا ومن بين الأشياء التي أصبح يؤثر عليه التغير المناخي هناك الزراعة. هنا أصبح يتم التركيز على هذه الزراعات المقاومة لهذا التأثير في مناطق معينة خاصة. لو فيلانتروب بيل غيت سو بروبوز نوتامون ديدي لي زاغريكولتور دي بيي بوفر اي دانفيستير دون دي كولتور ريزيستونت او زيفي دو شانجمون كليماتيك انسي كو دو كونتريبيي على الفاج دو فاش وكذلك في المساهمة بتربية الأبقار ليتيغ كما نقول التي لا علاقة بلولي بلولي يعني الحليب كما نقول الحالبة أو التي تعطي حليبا أبلي هو روندمون أبلي هو روندمون يعني ذات مردودية كبيرة. إذا نتكلم هنا عن أبقار أنها تعطي حليبا كثيرا إذا هو أيضا أصبح يستثمر
في هذا المجال. Elle investit dans des cultures résistantes aux effets du changement climatique ainsi que de contribuer à l'élevage de vaches laitières à plus haut rendement. Thomas, même si le fondateur de Microsoft, رغم أن مؤسس مايكروسوفت n'est plus l'homme le plus riche du monde, لم يعد الرجل أكثر غنى في العالم. طبعا عندنا هنا n'est plus يعني أنه لم يعد. ما عندناش n'est pas يعني أنه ليس. إذا قلنا بأن même si le fondateur de Microsoft n'est pas l'homme le plus riche du monde, المقصود أنه ليس أساسا الرجل أغنى في العالم. لكن الذي عندنا هنا n'est plus المقصود بأنه كان ولم يعد. إذا même si le fondateur de Microsoft n'est plus l'homme le plus riche du monde, إذا كان مؤسس مايكروسوفت بأنه لم يعد الرجل أكثر غنى في العالم, il reste l'une des plus grosses fortunes. إذا هو يبقى واحدا من فورتين. إذا نتكلم هنا عن الثروة. إذا يبقى واحدا من الثروات الكبيرة كما نقول. إذا المقصود بأنه يبقى واحدا يمتلك من الثروات الكبيرة. Il reste l'une des plus grosses fortunes et le premier propriétaire agricole. إذا هو يبقى واحد من ممتلك الثروات الكبيرة. Et le premier propriétaire agricole. ثم الممتلك الزراعي الأول. Privé des États-Unis. ثم يبقى أيضا الممتلك الأول الزراعي privé الخاص. إذا نتكلم عن ممتلكات خاصة به, ولم نتكلم عن ممتلكات مثلا أن تعود لشركة أو تعود لمؤسسة مثلا أنه يسيرها, بل هنا نتكلم عن ممتلكات خاصة به. même si le fondateur de Microsoft n'est plus l'homme le plus riche du monde, il reste l'une des plus grosses fortunes et le premier propriétaire agricole privé des États-Unis. ainsi il possède des terres dans 18 États. هكذا هو يمتلك. ainsi il possède. هكذا هو يمتلك. طبعا عندنا لو فيرب posséder. des terres dans 18 États. إذن il possède des terres dans 18 États. إذن هو يمتلك أراضي في 18 ولاية. selon le magazine, حسب المجلة de l'Entreport qui estime, التي تقدر. طبعا نتكلم عن estime أنك تقدر. ومن التقدير الشخصي ممكن نتكلم مثلا عن l'estime personnel. إذا التقدير الشخصي. إذا نتكلم هنا عن estime. ومن التقدير الحسابي كما عندنا هنا qui estime, التي تقدر la surface totale, المساحة الكلية de ses propriétés, لممتلكاته. إذا نتكلم عن بروبريتير أنه مالك, ثم نتكلم عن بروبريتي. إذا نتكلم عن الممتلكات. أكيلكو سون ميل هكتار إلى بضعة مئة ألف هكتار. أكيلكو سون ميل هكتار إلى بضعة مئة ألف هكتار وكأن شيء قليل. لي بلو غروس سو سيتيون أون لويزيان إي دون لاركانساس. لي بلو غروس الأكثر كبارا. نتحدث هنا عن الممتلكات الكبيرة جدا. سو سيتيون أن متموقعة أو لويزيان في هذه المنطقة, في هذه الولاية أيضاً أركانساس وفي هذه المنطقة. إذا أكبر ممتلكات بالجود طبعاً من الأراضي تتموقع في هذه المنطقتين. لا فونداسيون إذا نتكلم عن المؤسسة أيغالمون انفيستي هي أيضاً استثمرت دون لو ديفلوبمون دو سوبر كولتور أن استثمرت في تطوير كما نتكلم هنا عن أحسن المزروعات. أن استثمرت في أحسن المزروعات. كما نتكلم هنا عن مزروعات متطورة جدا بالنسبة لباقي المزروعات. resistant au changement climatique أن مقاومة للتغيرات المناخية. مقاومة للتغير المناخي. ainsi que l'élevage de vaches laitières à plus haut rendement. وكذلك أن استثمرت في تربية الأبقار ذات مردودية كبيرة للحليب. طبعا هذه مقولة لبلجيت كما نرى. si vous vous souciez des pauvres, إذا كنتم تهتمون بالفقراء, vous devriez vous soucier de l'agriculture. يجب أن تهتموا بالزراعة. Et si vous vous souciez de l'agriculture. وإذا كنتم تهتمون بالزراعة, vous vous souciez du bétail. يجب أن تهتموا بالمواشي. avait précédemment déclaré Bill Gates. أنه صرح من قبل Bill Gates. إذا وحتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.